رعى سمو الأمير علي بن الحسين احتفال تكية أم علي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها. يأتي وقت الاحتفال مع الذكرى 37 على رحيل جلالة المغفور لها الملكة علي الحسين. إطعام الجائع وإغاثة الملهوف هما رسالة سامية ومهمة نبيلة للوصول إلى أردن خالي من الجوع، حيث تقوم تكية أم علي حالياً بكفالة ما يصل إلى 20,000 أسرة تقع تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة. حقيقة أن هذه الجمعية تأسست على البر والخير والتقوى، وقامت على أسس شريفة لرعاية الفقراء والأيتام والمساكين في الأردن وفي كل المناطق من أجل أن يساعدوهم على العيش الكريم. فبدأت الجمعية حقيقة بالعمل بأمانة وجد وإخلاص وتقوى من الله عز وجل، فأخذت ترعى عائلات كثيرة في المملكة الأردنية الهاشمية ومن مختلف المناطق، وأتمنى أن كل الجمعيات يقومون على رعاية أسر من أجل محاربة الفقر الذي هو موجود في بين الأردنيين نوعا ما. المنظومة التي تعمل عليها تكية أم علي تتمثل في تحديد الأسر المحتاجة وإطعامها، ومن ثم تأهيل الأسر لتتمكن من تأمين قوتها اليومي واعتمادها على ذاتها. تكية معنية بإيصال الدعم الغذائي المستدام للأسر اللي بتقع تحت خط الفقر الغذائي. بحمد الله إحنا حالياً بهذا اليوم كفلانين 8200 أسرة بطعامهم اليومي من خلال برنامج طرود شهرية توصل لهاي الأسر في منازلها. احنا واصلين لكافة محافظات المملكة الحمد لله، من كافة المدن من الرمثة للعقبة لرويشد للأغوار. في عندنا شراكات مع 120 جمعية بيساعدونا في الوصول لهاي الأسر المستحقة إن شاء الله. احنا برنامجنا مع نهاية العام الحالي 2014 نتمكن من الوصول ل20,000 أسرة بطعامهم اليومي، الأسر المستحقة اللي بتقع تحت خط الفقر الغذائي، الأسر اللي بتعاني من سوء التغذية، الأسر اللي غير قادرة على العمل والإنتاج. 10 سنوات مضت على انطلاق تكية أم علي، وهي بيت الفقراء والمساكين وملجأ كل مستضعف ومسكين، فجاءت الإنجازات راسخة شامخة بنخوة وشهامة الداعمين. إن جهودكم المستمرة في دعم تكية أم علي هي التي صنعت الإنجازات وحققت الحلم. لقد ثابر إداريو هذه العائلة منذ تأسيس تكية في العام 2003 على تعزيز مصداقيتها وزيادة عدد منتفعيها وتوفير طرود الخير والطرود الغذائية والأضاحي لكافة الفقراء والمحتاجين. كرم سمو الأمير علي بن الحسين المتبرعين الذين قدموا الدعم والمساندة لتكية أم علي خلال 10 سنوات الماضية، حيث كرم سموه 165 مؤسسة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى أفراد وهيئات ومؤسسات غير حكومية، وقدم لهم دروعا تقديرية بهذه المناسبة. أيمن الحمود، رؤيا.